ik kom hier helemaal bij, kom smijl en knal van ook Jenny. Ha, la, tel het. Hoe is mijn dan van ook tel te wee? Ja, la, hij zo moet je boeren, ik kom hier helemaal. Toen kan ik zelf helemaal doen, ik kom op RDO. Ik ga het zo kamer hier. بزاف الناس قالوا لي كمل فوالا حنايا مكملين الناس عجبهم الحال وهادشي اللي بغيت الوغ كيما تنبدا لي فلوق ديالي من هاد البلاصه هادي وباش انتم ما تملوش غندير واحد القضيه ونشوف بلاصه اخرى صالي احنا دابا في شارع بكرا هاد الشارع هذا قديم بزاف هنايا في العيون وفيه بزاف ديال المحلات لا رجا انك ما غاديش تقدر تلقى محل باقي هنا يا الدومينات كاينين حويجات بابط الكترو جامع كلشي حداك الحمد لله دابا انا كيبان ليا غادي نمشي عند هذاك خونا كيبان شي زيترات غادي نشريهم من عندو لا ما كنصوركش كنصور راسي اه كنصور راسي كاميرا قدامك قال لي قال لي علاش كتصور اش داك تصورني علاش كتصورني هاي وانا قاعد ما كنصور وانا كندوي معاكم وهو كيسحب لي انا كنصور ماشي مشكل انايا غادي نشرحوا ليه داكشي بالخشيبات غادي نفهموه بلا التليفون كيكونوا فيه كاميرا اللور وكاميرا القدام شوف ما عندهم لا شي خاص انسان عجيب الله هاد الدري هذا راه ساكن قديم انت انا قديم هنا في العيون مرحبا بك شارع بكرة زنقة الرشيدية نعم سيدي كاين حمر راس سيدي كاين التونسية كاين الكرعين ديال البعير كاين الحم مبخر نعم سيدي هذا ورينا الحمة مبخرين المريم كامل الله يعاونك مرحبا ان شاء الله والدراري الله يعاونك مازال ما بداو كيديروا الشوايات حتى الوقيته ديال المغرب ما حنا ما غاديش نقدروا نتسناو حتى المغرب غنشوف واش نقسم لينا الله النار انا غادي نشوف شي نديدرات مزيانين عند خونا نتمناو يعجبوني الدراري جو عند الدراري هذا تبارك الله راه شي بيع عندي دراش واري غادي كي درت ثمن زوين هادو 30 درهم الله يحفظك الله يحفظك احنا دابا مرتاحين هذوك النضيدرات قبيله لبستهم عيني بداو كيدمعوا حيت هو نيت مول هذاك اللي شريتهم من عنده قال لي راهم ماشي كاليتي مزيان كيردهم ليا والله يعمر هذا على الرجول الناس اللي في هاد البلاصه الرجوله تبارك الله الناس ديال العيون كاع المغاربه تا هما كاملين معروفين بالكرام و كاع داكشي كامل تكلمت بزاف ولكن هادشي طرح نرجعو عاوتاني عند سي البهجه يدير لينا شي لعيبه بهجاويه ايوا نتغداو نشوفكم تماك
كيدير الكرايه مزيان مزيان اش تسوي مروان مروان تقرا ولا ما كاينش مزيان الكرايه ها نحط الكاميرا هنا وغنشوف هذا الشيء اللي نديرو بسم الله ونشوفكم ورا شي كثير لا نتحركوا دابا بحالنا نبداو باك هوم. علاش واخا ما باغيش نمشي للاصال خاصني نمشي ليه؟ حيتاش ما خصنيش نبقى ديما جالس في هذيك الكونفور زون. الكوكا هذه خاصني اللوحه حيتاش ما بغيتش ندير ليها الاشهار. نخلف دابا غير على شي بلاصه ما بغيتش غير ندير ليها اصلا نكونوا شويه شحال ضريب نحافظوا على النظافه ديال المدينه ديالنا. كما كنت كنقول لكم بعض المرات شي حوايج واخا ما بغيناش نديروهم خاصنا نديروهم وي هاف تو دو ات حيتاش في المصلحه ديالنا اننا نديروهم. مثلا اليوم انا ما فيا ما يمشي لاصه عيان معلوم نهار كله وانا كنفلوغي ما خاصني نمشي. علاش؟ حيتاش الا ما مشيتش اليوم ما مشيتش غدا غادي نولو في الشهوره وهكا غادي ترجع ازير وغادي تعاود كلشي من الاول. بصح كتكون هذيك الذاكره العضليه وديك الهضره كامله ولكن راه كترجع ازيرو كخصك تبدا عاوتاني بواحد لي فورت جديده واحد الموتيفاسيون جديده. داكشي علاش حاجه الا بديتيها ما عمرك تحبسها وتخيمو كتبقى معاك ديما وما تسناش انك الا بديتي مثلا اليوم كتريني الشهر الجاي ولا السيمانه الجايه صافي غتطلع غتوصل لداكشي اللي بغيتي. داكشي كيبغي وقت كيبغي الصبر كيبغي البروغرام ثم راكم عارفين هادشي. دابا غادي نشد شي طاكسي باش نرجع لحالاتي باش ما تعطلش. يلا نشوفكم تما. انا وصلت كاسكيطة وحشتوها ياك كاسكيطة المانية ناضية ديزالية. سي عمر قولنا شي كلمة. تحياتي لكم مرحبا بكم عندنا مباشرة مبروكة سلمة. عندو الصح عندو الصح مباشرة مبروكة رمضان مبارك سعيد. النحاس زوين ها يلا سلام اخويا عمر. الله يسلمك. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله. تزاد علينا الكاميرا يلا الله يعاون. تحياتي سلام فراس. هذه التلفزيون هذه تحس بالعادة تخدم مزيان.
كتحسب الخدمة مزيان. اش كيت اش كيت صغير اش كيت صغير اش كيت صغير اش كيت كان معكم سنايل هكناو سلام.